أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: لقد سمعنا أن ما حصل من تغيير وحذف في مناهج التوحيد أنه حصل تحت إشرافكم، فهل هذا صحيح؟ وين وجد هذا؟ من اللي أثبت له هذا الشيء؟ هل اسمي عليها؟ هل هذا من الكذب؟ هذا من الكذب ومن تلمس المعايب للناس. أنا ما أشرفت عليها ولا دريت عنها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.